في فجوة بتصير بين الأهل وبين الأبناء، شو أسباب هاي الفجوة؟ ما في تفهم مرات بكون من الأهل لطبيعة الابن أو الابنة، ولا بيعرفوا شو بدهم، وما في حتى محاولة إنهم يقربوا منهم. مرات القسوة الزيادة اللي مش في محلها، وما في نوع من التغاضي عن الأمور البسيطة. كمان الازدواجية في التربية بين الزوج والزوجة. كمان إشي أمر مهم، ما في تفهم لموضوع الصفات الوراثية للأبناء وخصائص المرحلة العمرية، وأمر مهم إنه كمان عدم تفهم التغيير الزمني بين الماضي والحاضر. مرات انشغال الأهل في الشغل وبعاد عن بيتهم، والأكيد انشغالهم عن أبنائهم، وبالتالي اللي بصير إنه الأبناء بيدوروا على حدا يسد هذا الفراغ، وممكن تكون تسديد هذا الفراغ والاحتياج من خلال أصدقاء السوء. التشديد والقسوة في التعامل مع الأبناء، بالرغم أنه في مجالات بالتربية بدها الهدوء وأنك تكون لين ومعاملتك لطيفة معهم.